أغرب متحف في العالم موجود هنا في مصر، متحف محفوظ فيه حاجة لا يمكن تتخيلها، عبارة عن جثث لأجنة اتوفت من 100 سنة تقريبا، وهو متحف الأجنة المشوهة اللي موجود في القصر العيني، واللي يعتبر من أكتر متاحف العالم غرابة. وقبل ما أحكي لك إيه قصة المتحف ده وإيه اللي بيحصل جواه، لازم تعرف الأول مين اللي أسسه، لأن الظروف اللي اتولد فيها هي السبب إن المتحف ده يكون موجود. في مدينة المنصورة سنة 1882 اتولد الطبيب نجيب محفوظ في حالة طبية صعبة معروفة بالاسفكسية البيضاء، ودي أسوأ حالة من حالات الاختناق لدرجة انهم اعتبروه توفى، لكن بعد دقايق بتحصل المعجزة ويلاحظوا انه لسه بيتنفس لكن بصعوبة جدا، والدكاترة عملوا كل حاجة يقدروا عليها عشان ينقذوا حياته وفعلا نجحوا. الدكاترة ما كانوش عارفين انهم انقذوا طفل لما يكبر هيكون واحد من اهم الدكاترة في العالم واللي هيساهم في وضع الاسس الحديثة لمجال النساء والتوليد.